طيب ما هو النوع الثالث الباقي من أنواع الجلود؟ نوع الثالث ها؟ غير مأكول اللحم. أن يكون من جلود السباع مثل جلد الأسد والنمر والفهد والذئب والدب وبن آوى وبن عرس، فهذه الجلود وما أشبهها نجسة سواء ذبحت أو ماتت أو قتلت، لأنها وإن ذبحت لا تحل ولا تكون طيبة فهي نجسة. لكن السؤال هو هل الدباغ ينفع أم لا؟ يعني تأخذ حية تذبحها ولا ما تذبحها هي نجسة، يعني ذبحتها قتلتها ضربت رأسها بحجر خلاص هذا حيوان غير مأكول اللحم، فكيفما أزهقت روحه فهو نجس. فالجلد نجس لا يجوز استعماله، لكن السؤال هو هل الدباغ يؤثر فيه؟ اختلف العلماء في هذا، وسواء قلنا بطهارة هذه الجلود بالدباغة أم لا فلا يجوز استعماله على كلا الحالين لما ورد بالنصوص الصحيحة في النهي عن استعمالها. أي جلود؟ السباع، السباع، لأن جلود السباع حتى لو قلنا بطهارتها لا يجوز استعمالها لوجه آخر غير قضية النجاسة، غير قضية استعمال المنع لوجه آخر. فجلود السباع طبعا قيل أشياء من مسألة الملابسة المؤدية إلى انتقال بعض صفات الملابس للملابس، نعم، وقيل قضية الخيلاء وأن جلود النمار هذه كان تجعل فيها خيلاء فنهى عنها جلود السباع وجلود النمار. لكن ممكن نأخذ حيوانات أخرى ليست من السباع وغير مأكولة اللحم وننظر في حكم الدبغ ماذا يحدث بها. أما بالنسبة للدليل على عدم جواز استعمال جلود السباع، حديث أبي المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش، رواه الترمذي وصححه النووي والألباني. وعن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فهذا يدل على عدم جواز الانتفاع بجلود السباع حتى لو قلنا بطهارتها بالدباغة. قال الترمذي رحمه الله: وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إنهم كرهوا جلود السباع وإن دبغ، وهو قال عبد الله المبارك وأحمد وإسحاق، وشددوا في لبسها والصلاة فيها، انتهى. وقال بعض العلماء إن النهي عن جلود السباع المقصود بها استعمالها قبل دباغتها، قال النووي وهو ضعيف، إذ لا معنى لتخصيص السباع حينئذ، بل كل الجلود في ذلك سواء، انتهى. والصواب أن النهي عن جلود السباع ليس بسبب عدم تطهير الدباغ لها، وإنما لما ورد من وإنما لما يحدث في نفس مفترشها أو لابسها من الكبر والخيلاء أو سريان شيء من طباع السباع إلى اللابس بالمخالطة والملابسة، فيصبح عنده شيء من العدوانية أو الخيلاء والتجبر، التجبر، ولأن فيها تشبها بالجبابرة، ولأنها زي أهل الترف والإسراف كما في تحفة الأحوذي وحاشية السندي على ابن ماجه. وعلى هذا فلا يجوز استعمالها سواء قلنا بطهارة جلدها بالدباغ أم لا. قال ابن الصلاح: فهذه الأحاديث قوية معتمدة، والتأويل المتطرق إليها غير قوي، وإذا وجد الموفق مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المضطرب فهو ضالته ومستروحه لا يرى عنه معدلا، فتاوى ابن الصلاح. ماذا بقي عندنا رابعا؟ جلود غير السباع من غير مأكول اللحم مثل الثعابين والفيلة والحمير ونحو ذلك. هذه الجلود وما أشبهها نجسة في الأصل سواء
الحيوان ذبح كما قلنا أو قتل مات، لأن لحمه أصلا لا يحل فليس بطيب وهو نجس في جميع الحالات. لكن هل تطهر بالدباغ؟ جلد الحية، جلد الفيل، خلاص قضية السباع عرفناها، ومعنى المعنى الذي في النهي عن افتراش جلود السباع ولبسها عرفناه. لكن هذه الآن ما حكمها؟ عندكم حيوانات أخرى تصنع منها الآن يعني جلود، تستعمل جلودها في الصناعة غير السباع وليست مأكولة اللحم، مثل الحية والتمساح. كما قلنا التمساح بعد قالوا له أنياب، ولذلك لا يجوز أكل لحمه، تنازعوا، هو حيوان بحري ولكن له أنياب. جلود الثعابين والحمير مثلا وما أشبهها، هذه هل هي غير مأكولة اللحم؟ يعني مهما عملت بالحية، ذبحتها وسميت وإلى القبلة، لا يجوز أكل لحم الحية. لكن جلدها ما حكمه إذا دبغ؟ قال بعض العلماء إن الدباغة تطهر جميع الجلود إلا الكلب والخنزير، وهذا مذهب الشافعية والحنفية. الحنفية استثنوا الخنزير فقط، وهذا القول كما قال ابن عبد البر عليه جمهور الفقهاء من أهل النظر والأثر بالحجاز والعراق والشام. ويدل لهذا المذهب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، رواه الترمذي وصححه البخاري وكذلك الترمذي. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، رواه مسلم. وهي صيغة عموم، أيما إهاب تشمل جميع الجلود. استثني من ذلك الكلب والخنزير لأنهما نجسين في حال الحياة، فإذا كانت في حال الحياة نجسين وهي أقوى من الدباغة في التطهير، لم تطهرهما الدباغة، الدباغة من باب أولى، الحياة ما طهرتهما الدباغة من باب أولى. فالدبغ يزيل سبب النجاسة وهو الرطوبة والدم، والكلب والخنزير كل منهما نجس العين، ذاته نجسة حيا وميتا، فليست النجاسة للدم الموجود في الجلد أو الرطوبة حتى نقول الدباغ يطهر. فلا يقبل التطهير جلد الكلب والخنزير. قال ابن عبد البر: قوله صلى الله عليه وسلم كل إهاب دبغ فقد طهر، قد دخل فيه كل جلد، إلا أن جمهور السلف أجمعوا على أن جلد الخنزير لا يدخل في ذلك. وقال: وأما قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر، فإنه يقتضي جميع الأهب وهي الجلود كلها، لأن لفظ جاء في ذلك مجيء عموم ولم يخص شيئا منها، وهو قول جمهور العلماء وأئمة الفتوى، إلا جلد الخنزير فإنه لا يدخل في عموم قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر، لأنه محرم العين حيا وميتا، وجلده مثل لحمه، فلما لم تعمل في لحمه ولا في جلده الذكاء لم يعمل الدباغ في إهابه شيئا. هذا كلامه في الاستذكار ابن عبد البر رحمه الله. القول الثاني قالوا الدباغة لا تطهر إلا جلد الحيوان مأكول اللحم ولو مات حتف أنفه، وأما الحيوان غير مأكول اللحم فلا تطهره الدباغة، لا تطهر جلده. وهذا مذهب الأوزاعي، رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره من المعاصرين الشيخ حمد إبراهيم، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين. واستدلوا بحديث سلمة بن المحبق أن نبي الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة، قالت: ما عندي إلا في قربة لي ميتة. قال: أليس قد دبغتها؟ قالت: بلى. قال: فإن دباغها ذكاتها. رواه النسائي وصحه الدارقطني والنووي وكذلك الألباني. فشبه الدبغ بالذكاء، والذكاء إنما تعمل فين تؤثر؟ إنما تعمل في مأكول اللحم المغني. واستدلوا أيضا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن لبس جلود السباع والجلوس عليها، مما يدل على أن الدباغة لا تطهر. لكن قد يقال النهي عن جلود السباع ليس بسبب عدم تطهير الدباغ لها، وإنما لما فيها من الكبر والخيلاء. والحاصل أنه لا حرج باستعمال جلد الحيوان المأكول اللحم إذا دبغ ولو كان مات، وأما الحيوان غير مأكول اللحم ففيه خلاف جلده هل يطهر بالدباغ أم لا.
الجمهور قالوا يطهر إلا الكلب الخنزير، وبعض العلماء قالوا لا يطهر، اللي وقلنا مذهب الأوزاعي رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام وبعض الفقهائنا المعاصرين، لكن الجمهور قالوا يطهر، الذي هو جلد غير مأكول اللحم إذا دبغ. طبعا السباع جلودها لا تستعمل، طبعا الأحوط يقول عدم الاستعمال غير مأكول اللحم. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يقدم يعني للإمامة وعليه جلود الثعالب أو غيرها من جلود الميتة المدبوغة، فقال: إن كان لبسه وهو يتأول أيما إهاب دبغ فقد طهر فلا بأس، يعني لأنه له تعلق، يعني في دليل يتعلق به فلا بأس أن يصلى خلفه. قيل له: فتراه أنت جائزا؟ قال: لا، أحمد لا يرى أن غير مأكول اللحم يطهر بالدباغ، نحن لا نراه جائزا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب، ولكنه إذا كان يتأول يعني له مذهب، يعني له دليل على ما فعل هكذا، فلا بأس أن يصلى خلفه. فقيل له: كيف هو مخطئ في تأويله؟ فقال: وإن كان مخطئا في تأويله، ليس من تأول كمن لا يتأول، يعني ليس من عنده حجة كمن لا حجة عنده، هذا معنى كلام أحمد. وكلام أحمد نفيس جدا لطلبة العلم في عذر بعضهم بعضا في المسائل الخلافية. جاك إمام لابس شيء فيه جلد حية مدبوغ، لو أنت ترى بعدم طهارته هو يرى بطهارته، تصلي خلفه أم لا؟ تصلي. تظهر ثمرة الخلاف في حكم الانتفاع بالأشياء المصنوعة من جلد حيوان غير مأكول اللحم، فمن يرى أن الدباغة تطهره يجيز الانتفاع بهذه الجلود، ومن يرى أن الدباغة لا تطهر جلود حيوانات غير مأكولة اللحم لا يجيز الانتفاع بهذه الجلود ولا الجلوس عليها ولا استعمالها. في عملية عند بعض الأطباء يذكرون قضية الترقيع الجلدي الآن في الحروق مثلا، أو يأخذون أشياء أنا ما أدري يستعمل في الطب فيش، لكن في عملية الترقيع الجلدي ممكن يؤخذ منها من جلود حيوانية، فإذا قلنا تطهر معناها يجوز استعمالها في العمليات، إذا قلنا ما تطهر لا، هم إذا ثمرت الخلاف. نتوقف عند هذا الحد في قضية طهارة الجلود، ونتابع إن شاء الله في أحكام الآنية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.